هذا القصف في بني وليد أعاد المشهد الميداني إلى واجهة الأحداث المتسارعة في ليبيا. إذن في بني وليد التي يعتقد أن العقيد القذافي يحتمي داخلها، شنت القوات الموالية له هجوما مضادا بالصواريخ استهدف موقعا لمقاتلي المجلس الوطني الانتقالي، وأدى إلى إصابات في صفوف الثوار وسط دوي أصوات الانفجارات والرصاص وصفارات سيارات الإسعاف. وكان المقاتلون الموالون للمجلس الانتقالي خاضوا معارك ضارية الجمعة مع قوات العقيد الليبي في المدينة، وتقدموا للمرة الأولى نحو وسطها قبل أن يجروا انسحابا تكتيكيا خلال الليل خوفا من التعرض إلى نيران القناصة. إلى ذلك يشدد مقاتلو السلطات الليبية الجديدة ضغوطهم على سرت، ونشروا 6000 مقاتل على جبهتها بعدما خاضوا معارك داخلها وسيطروا على مرافقها الحيوية وفق ما أعلنوا. وفي صبها سيطر الثوار على مركز تابع للقوات الموالية للنظام السابق واعتقلوا بعض المقاتلين داخله. من جهته أعلن موسى إبراهيم المتحدث باسم القذافي أن العقيد موجود في ليبيا ومستعد لقتال طويل. نحن أسلوب مقاومتنا وجهادنا الآن هو القتال ضد هذه العصابات حتى تحرير الأرض. نحن نخشى من أن يخرج مثلا مجموعات من الناس بسيطة، مثلا مئات أو آلاف، ويتم مثلا قتلها بدون رحمة. خارجيا قدمت تركيا 22 طنا من المساعدات الإنسانية ألقتها بالمظلات على مدينة بني وليد. وكان رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان بعد انتقاله من طرابلس إلى بنغازي دعا الليبيين إلى الوحدة ونبذ الفرقة، مؤكدا دعم بلاده للمجلس الوطني الانتقالي. من جهة أخرى أعلنت الحكومة النيجيرية أنها لن تعيد إلى ليبيا في الوقت الراهن الساعدي القذافي أحد أبناء الزعيم الليبي المخلوع واللاجئ لديها.